أكيد اللي بيحصل ده موضوع مأساوي ومؤثر علينا كلنا ومؤثر على المنطقة وعلى العالم كله، بس الطاقة يعني موضوع حيوي لكل الناس، والطاقة أعتقد أنها بتلعب وهتلعب دور مهم في أنها مش بس توفر حياة أحسن للناس، بس أنها كمان تعمل تزود التعاون وبقى فيه خلينا نقول يعني ارتباط أكتر ما بين الدول المختلفة. هل تم بحث ما بين الدول الأعضاء التوترات اللي بتحصل في البحر الأحمر وتأثيرها على إمدادات الطاقة؟ المنتدى غاز شرق المتوسط بعيد شوية عن اللي بيحصل في البحر الأحمر، أو قصدي يعني مش دوره اللي بيحصل في البحر الأحمر، تأثيره فقط، بس أكيد ده مأثر على مش بس إمدادات الطاقة، مأثر على السبلاي تشين كلها بصفة عامة، مأثر في زيادة أسعار السلع كلها، ومأثر على العالم كله. هل تلقيتم طلبات جديدة، طلبات عضوية جديدة للانضمام للمنتدى؟ لا الحقيقة احنا يعني من فترة الوزراء قرروا انه خلينا نركز الاول على تنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى للمنتدى ونقطع فيها شوط، وبعد كده نبقى نفكر في ضم دول تانية. هل في مشروعات بيبحثها او تبحثها الدول الاعضاء، مشروعات مشتركة ما بينهم سيما في قطاع الغاز؟ ده اوريدي اصلا جزء من الاستراتيجيه طويله المدى للمنتدى، ازاي نحقق تكامل اكبر في مجال الطاقه. اوريدي في مشروعات وفي كلام سواء ما بين مصر وقبرص ومصر واليونان والدول المختلفه في المنطقه.